بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على بعوث رحمة العالمين. ذكر عظيم جدا، وإن كان الحديث فيه بعض الضعف، ولكن العلماء استحسنوه وأجازوا أنه يقال لفضله العظيم وصواب العظيم. وزي ما قلنا وكما أقول وأكرر، الحديث الضعيفة معمول بها في فضائل الأعمال وكثير من الأحكام الفقهية التي ليس فيها نص صحيح، فيرجع إلى الحديث الضعيف، لأن الحديث الضعيف يقدم على الاجتهاد ومسار التشريع الأخرى، كما كان يفعل الإمام مالك، كان يحتج بالأحاديث المرسلة والأحاديث المرسلة أحاديث ضعيفة، والإمام أحمد بن حنبل وغيرهم من العلماء كانوا يحتجون بالأحاديث الضعيفة عند عدم وجود نص صحيح، فيقدم الحديث الضعيف على الاجتهاد بشروطه. فما بالكم بقى بفضائل الأعمال؟ فشوف الحديث بيقول إيه. من قال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم 3 مرات ثم قرأ 3 آيات الأخيرة من سورة الحشر، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز والجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض هو العزيز الحكيم، وكل الله له 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن قاله في المساء وكل الله له 70,000 ملكا يصلون عليه ويدعون له حتى يصبح، وإن مات في يومه مات شهيدا. تصور العظيم، تصور بقى عدد الحسنات وكم المغفرة اللي انت هتاخده لو ربنا سبحانه وتعالى وكل لك 70,000 ملك يدعون لك ويصلون عليك طوال اليوم. لو قلت مرة في الصباح 70,000 ملك يظلون يدعون لك ويصلون عليك حتى المساء، وإن قلته في المساء يظلون يصلون عليك ويدعون لك حتى تصبح، وإن مت في يومك مت شهيدا أي تكون رفيق الرسول صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى وتنال أجر الشهادة. وهذا ليس ببعيد عن الله سبحانه وتعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. فذا ذكر هدية من الله سبحانه وتعالى مواظب عليه، وربما أعطى الله سبحانه وتعالى هذا الذكر أو هذا الثواب، هذه المنزلة أو هذا الثواب، لأن آيات الأساس أخير آية من سورة الحشر فيها كثير من أسماء الله الحسنى العظيمة. أنا هقول الذكر تاني، هكتب لحضراتكم تحت الفيديو ده بالسند بتاعه عشان ياريت كلنا نواظب عليه مره صبح مره بالليل. يعني المحروم من يضيع هذا السؤال. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بعدين اقول هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده والرحمن الرحيم، هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض هو العزيز الحكيم. يا ريت تنزلوا تحت الفيديو وتنسخوا الكلام ده وتنشروه، إن في نشر هذا العلم فيه ثواب عظيم، ونعلم علما فإن له أجر من عمل به يوم القيامة لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم.